لقاء السويدان تمر بأزمة صحية كبيرة، تم نقلها للمستشفى بعد شعورها بتعب وإجهاد مفاجئ خلال تقديم برنامجها. صورها في المستشفى تم تداولها على السوشيال ميديا، وما زالت تحت ملاحظة الأطباء. خلال الساعات الماضية تعرضت الفنانة لقاء السويدان لوعكة صحية مفاجئة، وذلك خلال تقديم برنامجها التلفزيوني لقاء على الهواء، واستوجب الأمر نقلها للمستشفى للتعرف على وضعها الصحي والملاحظة الطبية. خضعت لقاء فور وصولها لعدد من الإسعافات ليستقر وضعها الصحي، وطالب الأطباء بضرورة تواجدها في المستشفى لإجراء عدد من الفحوصات والتحاليل للتعرف على السبب. صور لقاء وهي في المستشفى على سرير المرض تم تداولها بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، وعبر عدد كبير من محبيها على شعورهم بالقلق تجاه وضعها الصحي. الأزمة الصحية التي تعاني منها لقاء ليست الأولى، فخلال الأشهر الماضية تعرضت لقاء لأزمة كبيرة وقامت بإجراء عملية جراحية، وتواجد بجانبها عدد كبير من النجوم وأصدقائها في الوسط الفني ليساندوها في هذه المحنة. لقاء السويدان تفضل التكتم على تفاصيل حياتها الشخصية، وتقتصر مشاركتها للجمهور على السوشيال ميديا بعدد من الصور والكواليس الخاصة بأعمالها الفنية. لقاء السويدان يعرض لها حالياً مسلسل الوصفة السحرية، وتقدم من خلاله دور سيدة متحررة عاشت معظم حياتها خارج مصر، وتواجه العديد من المواقف الاجتماعية الدرامية برفقة جيرانها في المجمع السكني الذي تعيش فيه.